ظاهرتان فكريتان تتصف بهما الجماعات السياسية المنتسبة للإسلام. الأولى اختزال الإسلام بكل أبعاده وقيمه ومقاصده في المسألة السياسية، وكأنه ليس رسالة ربانية جامعة. الثانية أن الإسلام بكل تاريخه وفكره وتراثه يتجسد في جماعة الإخوان فقط، فيحصرون الإسلام في فكرها ورؤيتها واختياراتها، وما يخالفها ويخرج عنها فهو مخالف له وخارج عنه. كما اعتبرت الجماعة نفسها بديل المجتمع ووكيلته دون تفويض منه، بل وصاية عليه لقصور في دينه وخلل في عقيدته وضعف في فهمه وخور في طاقاته وقدراته. وهذا انحراف كامل عن الحركة التاريخية للمجتمعات الإسلامية، وخروج جذري عن نموذج إدارة المجتمعات وتنظيمها وسياسة شأنها العام الذي رسخه المفكرون والفقهاء طول التاريخ الإسلامي.